اجينا لملمنا اغراضنا وكتبنا على اساس باذن الله نرجع نكمل مسيرتنا. بقايا كتب بنتي اللي لملمتهم وتجهزت انه لعل وعسى باذن الله تتوقف الحرب ونرجع نكمل مسيرتنا التعليميه. احنا فقدنا اصدقائنا، فقدنا عائلاتنا، فقدنا كل شيء، فقدنا بيوتنا ومدارسنا. يعني صديقتي اللي كنت كثير مقربه منها لمح البصر راحت، بطل حتى الدفتر اللي كان ذكرى منها هي ماما ما لقته معها. كان يا مكان في قديم الزمان. ليش الماء مهم؟ وثاني مرة عمرها ان شاء الله بدنا نتعرف على اجزاء الجسم وراح اعطيكم كل واحد حبيبي. التعليم اللي بقدمه للطفل هو عبارة عن خدمة بسيطة أو مبادرة مني، في محاولة مني لإنعاش قلب الطفل وعقله وذاكرته خلال وقت الصدمة اللي هو بيعيشها وبتعرض إلها أثناء الحرب. لا سيما إحنا متحدث عن انقطاع تام في عمليات التعليم في قطاع غزة، الطفل لا يتلقى أي نوع من أنواع التعلم حتى. فأنا عندي مبدأ إذا التعليم انقطع التعلم لابد أن يستمر.